نبينا صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلال ووضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرمضاء، أي في حضن الهاجرة لكي يكونوا لغيرهم عبرة. أيها المسلم الكريم، لماذا؟ لأنهم أفسدوا في الأرض. أيها المسلم الكريم، هذه الأرض هي ملك الله تبارك وتعالى، وملكك أيها المسلم لابد وأن تحافظ عليها من الهدم والتخريب، لأن ديننا الإسلامي هو